السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض أحلى خروب ممكن تدوقوه، طعمه تحفة جدا، مكرمل وطعمه جميل. يلا بينا نبدأ الوصفة، بس الأول مرة أشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يعمل لايك. يلا بينا نبدأ الوصفة. في حلة على النار هحط فيها 1 ¼ كوباية من السكر الناعم، واسيبه يتكرمل براحته جدا، مش هقلبه خالص، ولكن كل شوية ههز الحلة بالشكل ده كده لحد ما يتكرمل معايا. ودلوقتي السكر بتاعنا اتكرمل بالشكل ده واللون الحلو ده، ولا فاتح ولا غامق قوي، وسط. دلوقتي هنزل بمية سخنة تقريبا لتر. دلوقتي بعد ما نزلت بالمية بالشكل ده كده هحاول ادوب السكر، هو كمان لسه المية هتغلي وهيدوب كله. هنزل ب 1/4 كيلو من الخروب، يفضل يكون من شركة مغلف وتكون شركة معروفة عشان يكون نظيف، يا اما لو جايبينه من عند العطار هنغسله كويس جدا ونصفيه. وبعد كده بعد ما ضفته بالشكل ده كده هسيبه يغلي مدة 1/4 ساعة لحد ما يبقى طري، ولو احتاج اكتر من كده هسيبه اكتر من كده. كده الخروب بتاعنا بعد ما غلي كويس جدا على النار بالشكل ده كده هفضيه في اي حاجة، وهنشوف هنعمل ايه في الشوية الاخرانيين. وبكده بعد ما حطيت الخروب بتاعي في الكوبايات او في الكاسات او في حتى ازازة او اي حاجة زي ما انا حابة، الشوية الباقيين دول انا هصفيهم بمصفى. والخروب ده طعمه حلو جدا جدا، الناس اللي بتحب تاكل الخروب كده زيي انا بحب جدا طعمه، وكمان طعمه كده السكر المتكرمل مديله طعمه حلو قوي. يبقى كده الخروب بتاعنا جاهز. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ويا ريت اللي يعجب الفيديو يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.